أهلا بكم. في حالات مرضية شديدة الأهمية وللأسف في العالم بقت شديدة الانتشار، هي مشاكل أمراض الجهاز الهضمي المناعي، وللأسف كمان في أحيانا بيكون في تأخر في تشخيصها وبالتالي تأخر في العلاج في بعض الأماكن في العالم، عندما يكون الخبرات الطبية ليست في أفضل حالتها. لكن في مصر إحنا عندنا نخبة من أفضل أطباء العالم في التعامل مع مشكلات الجهاز الهضمي المناعي. والحقيقة في حدث مهم جدا جدا اتعمل في مصر، كان هدفه تدريب شباب الأطباء على أحدث بروتوكولات تشخيص وعلاج أمراض القولون، زي ما قلت لكم المناعية في الأساس. لكن خلينا أكلمكم عن مؤتمر مهم جدا اتعمل في مصر، واتكلم فيه واحد من أو مجموعة كبيرة من أفضل خبراء مصر والعالم في عالم الجهاز الهضمي. المؤتمر ده كان برئاسة الأستاذ الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي ورئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، واتكلم على في المؤتمر على نقاط عديدة، أهمها تطوير وأهمية الاهتمام بتشخيص وتطوير علاج الأمراض المناعية، ووضع المرضى المصابين بالأمراض المناعية على بروتوكولات علاجية منضبطة جدا ومتقدمة جدا، خصوصا في ظل حالة انتشار فيروس كورونا اللي أكيد في ناس كتير فاهمة أنه ما زال موجود وأنه ما زال بيمثل خطورة على العالم. اليوم ده أو المؤتمر ده كان هو المؤتمر الأول لأمراض الأمعاء المناعية اللي نظمته المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير بالتعاون مع جهة عالمية مهمة جدا، هي المنظمة الأوروبية لالتهابات الأمعاء، طبعا جهة علمية عالمية هامة للغاية، بمشاركة عدد كبير جدا من المتخصصين والخبراء والأساتذة في مختلف الجهات الموجودين في مصر والعالميين. خلال المؤتمر تم تنظيم دورة تعليمية وتدريبية لشباب الأطباء، حضر فيها خبراء من أوروبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخبراء مصريين ومتخصصين في الأمراض المتعلقة بالأمعاء التقرحية. أمراض الأمعاء التقرحية زي ما أنا بدأت كلامي حالات مرضية في منتهى الأهمية ومنتشرة، وزي ما أنا قلت برضو عندنا مشكلة في التعامل معها، وهي تأخر التشخيص في كثير من الأحيان. اللقاء العلمي ده يعد أول نشاط رسمي لجمعية دولية عالمية على أراضي مصرية في هذا المجال، والموافقة اللي جت من اللجنة العلمية للمنظمة الأوروبية لالتهابات الأمعاء التقرحية، الحقيقة ده الاختيار اللي جه والموافقة بأن هذا المؤتمر يقام في مصر دلالة وتأكيد على قيمة الأطباء المصريين والخبراء المصريين والأساتذة في هذا المجال اللي احنا نعتبر فيه رواد المنطقة العربية، وأيضا لنا ريادة كبيرة على المستوى العالمي. الحقيقة أن المؤتمر ده جاب التزامن مع شيء مهم جدا، هو توافر الجميع العلاجات البيولوجية الحديثة في مصر. كل العلاجات البيولوجية الأحدث في العالم موجودة دلوقتي في مصر، وحرص الأطباء المصريين على التعرف بدقة على بروتوكولات هذه العلاجات الحديثة وعلى الطرق الجديدة في التعامل مع الحالات المرضية. البروتوكولات دي كل شوية بتتغير، وإحنا عندنا الأفضل من ناحية التواجد الدوائي، وأيضا الأفضل من ناحية الممارسة المهنية والفهم لكيفية التعامل، لأن المشكلة مش بس وجود الدواء، المشكلة كيفية التعامل مع الدواء. المؤتمر أوضح وناقش كل ما هو جديد في وسائل التشخيص المبكر، ودي نقطة مهمة جدا، لأن الحالات المرضية دي التشخيص المبكر بيفرق كتير قوي. أساليب التشخيص المبكر دي اللي اتناقشت في المؤتمر كان هدفها في الآخر والمهم جدا أنه كل ما هتشخص بشكل مبكر هتتفادى المخاطر الناتجة عن نشوب المضاعفات وتطور الحالات المرضية. الحقيقة كل التخصصات المرتبطة بأمراض الجهاز الهضمي كانت موجودة، والمناقشة البحثية العلمية كانت في أرقى مستوياتها، مناقشة الأبحاث الحديثة كلها تمت في المؤتمر، كمان تطبيق هذه الأبحاث الحديثة على المرضى كان
بشكل علمي راقي جدا تابعته وأبهرني الحقيقة. لكن الجدير بالذكر أن رؤساء الجمعيات العلمية المصرية المعنية بأمراض الجهاز الهضمي كان يشاركوا ووجهوا الكثير جدا من المناقشات وشاركوا في مناقشات مع عدد كبير من الخبراء الموجودين في الكثير من دول العالم سواء أوروبا أو أمريكا أو اليابان من خلال وسائل التواصل المباشر المرئي. كان ده شيء مهم جدا جدا عشان نسمع برضو الأحدث في كل مكان في العالم وتعليقهم على تأثير البروتوكولات الحديثة على الحالات المرضية دي. عايز أنبه إلى أن هذه الحالات المرضية حالات التقرحية في الأمعاء، حالات المناعية في الجهاز الهضمي، دي حالات منتشرة. كثير جدا جدا من الشباب الأطباء لازم يتقن التعامل والتشخيص ويضع في الاعتبار دائما فهمه وفي وسط الأعراض لهذه الأمراض حتى يوجه، حتى لو هو مش متخصص يوجه للمتخصص عشان الحالات دي التشخيص المبكر وبداية العلاج في التوقيت المناسب هيقي المريض من مضاعفات قد تكون مزعجة للغاية. خليكوا دايما مع دكتور. الحقيقة المؤتمر النهاردة بيناقش موضوع مهم جدا وهو التهاب الأمعاء المناعية. يمكن احنا مشهورين بأمراض القولون ويمكن دايما كل الناس بتعتمد على ان هو القولون عصبي وخلاص، لا ده في أمراض تانية ممكن تجيب أعراض شبيهة بالقولون العصبي وممكن يكون ليها علاج، وده النهاردة اللي بنتكلم فيه. امتى المريض يقول ده مش قولون عصبي، يقول ده ممكن يكون حاجة تانية. يمكن الكلام ده بالتزامن النهاردة مع تواجد أو توافر الأدوية البيولوجية الموجودة على مستوى العالم عندنا في مصر، ودلوقتي بقى التأمين الصحي بيقدمها. النهاردة احنا جمعنا الدكاترة من اسكندرية لأسيوط بنتكلم على خبرتنا مع الأدوية البيولوجية دي، وبنتكلم مع خبرتنا مع علاج أمراض الأمعاء وأمراض القولون بصفة عامة. والسنة دي عامل مشترك معانا في تنظيم مؤتمر المنظمة الأوروبية لأمراض الأمعاء المناعية، وهتعملنا دورة تدريبية لشباب الأطباء بكرة إن شاء الله عن الاستخدام الأمثل لأدوية البيولوجية لالتهابات الأمعاء، وإزاي المريض بتاعنا نحسن جودة الحياة بتاعته ويقدر يستفيد كويس أقصى استفادة من الأدوية اللي بياخدها. أول مرة نبدأ ننزل على الأرض الواقع لإقامة المؤتمرات، احنا بقالنا سنة ونص علشان أمراض الكورونا المرض الوبائي كوفيد 19 كنا إننا شغالين فيرتشوال أونلاين، وكان المفروض المؤتمر ده يقام السنة اللي فاتت سنة 2020 بحضور كم هائل جدا من الأطباء الأجانب والمحاضرين الأجانب، فاضطرينا السنة دي إن احنا في البداية إن احنا نبدأ بمؤتمر بالسادة الأطباء العظماء المصريين. عندنا كم هائل جدا من الأطباء المصريين من كل جامعات مصر بيدونا اللي هو المحاضرات العلمية، وإحنا كشركة احنا حاولنا ان احنا بقدر المستطاع او قمنا بجميع الاجراءات الاحترازيه من ناحيه المسافه التباعد الاجتماعي، من ناحيه التعقيم بالنسبه للاطباء، قياس درجات الحراره بالنسبه لهم للتاكد من صحتهم، برضو لتفادي وجود اي مخاطر او اي انتظام بالنسبه للكوفيد او انتشار كوفيد. والحمد لله يعني ان هو برضو في كم هائل جدا من الاطباء ان هو برضو واخد التطعيم بالنسبه لنا، فده برضو ان هو كان من ضمن الاسئله بالنسبه قبل دخول المحاضرات اللي لتفادي انتشار الوباء، وربنا يسهل ونخلص من هذا الوباء ونبدا ان هي لان مجموعه لان عموما المؤتمرات كمؤتمرات تعتبر سياحه المؤتمرات من اهم سياحات المؤتمرات في مصر والدول العربيه. واحنا كنا قبل فترة الكوفيد كان بيحضر لنا كمية دكاترة كبيرة جدا من الأطباء الأجانب بيجوا ان هم كمحاضرين بيزيدوا بعلمهم للأطباء الشبان، وكان بيتم تبادل الخبرات ما بين المصريين والأجانب، ودي كانت حاجة مهمة جدا، ونتمنى ان الموضوع يرجع زي الأول وأحسن. أهم حاجة في المؤتمر النهاردة ان احنا بنحاول نوصل رسالة،
الرساله ديت ان احنا ازاي نقدر نوصل معلومات عن التهاب الامراض المناعيه للامعاء، عن التهاب المناعه للقولون للدكاتره وللمرضى، ازاي نقدر نشخص بدري الموضوع دوت، ازاي نقدر نتعامل معاه باحدث بروتوكولات علاج موجوده، ان احنا نوصل بالمعلومات لقاعده كبيره من الدكاتره، لقاعده كبيره من دكاتره صغار السن، احنا نقدر نعرفهم ازاي نقدر نشخص وازاي نقدر نتعامل مع امراض القولون المناعيه. الحقيقه المؤتمر ده مهم جدا، بيناقش حاله مرضيه هي تعتبر جديده على المجتمع المصري لكن اصبحت شائعه ولها اسباب كثيره، منها نوعيه الاكل. احنا نوعيه الاكل بتاعنا كله اصبح اوروبي، بقينا زي اوروبا. هذا المرض شائع في اوروبا وما كانش بيبقى شائع عندنا في بلادنا، لكن اصبح برضه زينا زي اوروبا. دلوقتي بدات يبقى في حالات كثيره من امراض الكرونز، التهاب الامعاء او التهاب التقرحي للقولون. ومن هنا بتيجي اهميه المؤتمر، لانه بتطرق لحاجه دلوقتي بتصبح مرض ساعات يبقى صعب علاجه، لان حتى الادويه الحديثه بتاعته غاليه جدا واسعارها مرتفعه. فاهميه المؤتمر التوعيه بالمرض والتوعيه بطرق تشخيصه وعلاجه. المؤتمر النهارده بيتمثل فيه حاجه مهمه جدا، ان هو التجمع الهائل جدا من جمعيات مصر كلها لدعم جمعيه الإيدج طبعا، بحيث ان هو يمكن دي اول حاجه من الحاجات اللي هي يمكن تسترعى الانتباه في اليوم، ان احنا عندنا جمعيات كثيره مصريه مشاركه في هذا المؤتمر المعني بمرض من الامراض اللي هو مهمه جدا في مصر وعلى مستوى العالم طبعا، ويمكن مع الزياده المضطرده في عدد المرضى في مصر بالنسبه لحالات تقرحات القولون ومرض كرونز، طبعا دي بتخلي دايما احنا دايما في بؤره الاهتمام بالمرضين دول، بحيث ان احنا بنحاول نوفر اكبر يعني احسن خدمه للمرضى سواء من ناحيه التشخيص او العلاج. طبعا يمكن النهارده يمكن البرنامج في الخميس والجمعه يعني ممتلئ جدا بالمواضيع، وبيضم طبعا مجموعه من المحاضرين سواء من داخل مصر او من الجمعيه الاوروبيه لمرض كورونز ومرض وتقرحات القولون اللي هي بتدعم هذا المؤتمر، بيضموا كتير عدد من المحاضرين دايما معنيين بان هو احدث الطرق في العلاج والتشخيص. ويمكن برضو اشاره الى هذا الامر، ان هو يمكن الدوله وفرت كل الوسائل سواء التشخيص او العلاج بالنسبه لهؤلاء المرضى. يمكن احنا بنتكلم دلوقتي على قدم وساق بالنسبه للادويه الموجوده على مستوى العالم كلها، موجوده الحمد لله في مصر قدرت الدوله توفرها بصوره كويسه جدا داخل البلد. وبالتالي احنا لما نتحدث عن ان احنا ايه الاهم حاجه ممكن تقدم للمريض في التشخيص والعلاج، احنا بنتكلم على ارض الواقع وليس حاجه مش موجوده في مصر. المؤتمر النهارده الحقيقه يعتبر من المؤتمرات الكبيره في مصر، وبتشمل جلسات عديده بيتكلم على مشكله بتقابل مصر النهارده، وهي مشكله القولون التقرحي. يمكن لفتره قريبه ما كناش بنشخصه، وكان بيتشخص على انه قولون عصبي وتنتهي بمشاكل جراحيه وضيق في القولون. النهارده المؤتمر بيتكلم على الطرق الحديثه في كيفيه تشخيص القولون التقرحي، اللي اكتر من كده الخطوه الجديده اللي هي العلاج البيولوجي، لان العلاج القديم اللي هو الاميون موديوليتورز والنسالازين والحاجات دي كلها وجدنا في الاخر ان هي بتبقى نسبه الشفاء منها قليله، فبدانا نضع او الطرق الحديثه بالعلاج البيولوجي. النهارده بيتجه المؤتمر لوضع منظومه او قواعد لامتى ابدا علاج بيولوجي وامتى اديه وايه المراحل بتاعته وكيفيه المتابعه والمضاعفات بتاعته. في قصه كبيره الحقيقه جلسات المؤتمر كلها بتناقش مثل هذه المواضيع. النهارده المؤتمر ده اول مره يحصل في مصر، ده مؤتمر مع بالاشتراك مع الجمعيه الاوروبيه لامراض الجهاز الهضمي المناعيه. الهدف من المؤتمر ده ان احنا مقسوم لنصين المؤتمر على يومين، اليوم الاول اللي هو النهارده احنا بندي لصغار الاطباء اساسيات المرض بتاعة القولون التقرحي ومرض كرونز ودي الامراض المناعيه، وبكره هو الجزء المتقدم واللي فيه بناخد خبره الدكاتره اللي هيكلمونا من بره من الجمعيه الاوروبيه ويعرفونا ازاي نشخص الحالات ونعالجها على حسب المعايير العالميه. الحقيقه ده زي ما انا قلت ده اول مره يتعمل، والفايده منه ان احنا النهارده الحمد لله عندنا دكاتره كتير جايين من جميع جامعات مصر، سواء الاساتذه الكبار عشان يدونا خبرتهم او الدكاتره الصغيرين جايين من كل حته من الصعيد ومن اسكندريه ومن الدلتا. الناس هتستفيد لان الامراض المناعيه دي في قله خبره عنها، وساعات بتتشخص غلط على انها قولون عصبي ويقعد العيان سنين عقبال ما يتشخص. هدفنا ان احنا نساعد العيانين ان هم يتشخصوا بسرعه ويوصلوا للسلامه باذن الله.